سلام عليكم. فيوريوسا ماد ماكس ساغا هو فيلم اكشن ومغامره وخيال علمي ويصلح للناس اللي عمرهم 15 سنه، وهالفيلم يعتبر سبين اوف او قصه فرعيه من فيلم ماد ماكس فيوري رود اللي نزل عام 2015. يعني بكل بساطه لازم تشوفون ماد ماكس 2015، وحتى لو ما شفتوه ترى هي قصه اصول شخصيه معينه، ترى الفيلم مفهوم. اذا تحبون عالم ماد ماكس تشوفوا الفيلم مباشره، بس اذا عندكم ابي تشوفوا ماد ماكس القبلي فيوري رود. من اخراج جورج ميلر اللي ساهم في كتابه النص، ومن بطوله انيا تايلر جوي، كريس هامزورث مع توم بيرك. وقصه الفيلم عن اصول المحاربه فيوري روسا قبل تعاونها مع ماد ماكس. يا جماعه الخير، بكل بساطه هالفيلم مذهل 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 بمعنى الكلمه. هاي فيلم اكشن سينمائي تشوفونه في السينما تستمتعون بالفيلم. اذا حبيتوا ماد ماكس القبلي فيوري رود، هالفيلم بنفس المستوى. عندي كم ملاحظتين بس، هالفيلم يعني صدق كان رائع وكانت تجربة يعني فاقت كل توقعاتي. أعرف جورج ميلر مخرج خطير وأنا أحب أعماله وكل شيء، بس كنت أقول يعني هل أبغى أشوف قصة أصول هالمحاربة ذي؟ أبغى أشوف الأوريجين ستوري ولا لا؟ أنا اندمجت في الفيلم من أول 3 دقائق، خلاص دخلت في القصة وما حسيت بالوقت، غمض فتح طفت 2:30 وخلص الفيلم. فيلم ممتع سريع، مشاهد اكشن جنونيه، مشاهد جدا متعوب عليها، في مشاهد ترى صدق تحبس الانفاس، تحسون انه خلاص يعني ما في مفر، بس تنصدمون في الفيلم. وثيم الفيلم او خلينا نقول القصه المحوريه هي عن الانتقام، عن الريفنج، وانا احب هالنوعيه من الافلام. انا سويت مقطع كامل اسمه افضل افلام الانتقام، وبطل الفيلم الاساسي هو المخرج جورج ميلر اللي اثبت انه للحين مواصل على ابداعه واحترافيته، احترافيته في الصناعه، في كيفيه عمل هالفيلم. تركوا القصه والهيكل والسيناريو، بس بصريا والامور التقنيه هالفيلم بقوه فيلم دون بارت 2 تقنيا. الوان، تصوير، اضاءه، مكياج، لبس، بناء العالم، الموسيقى، الساوند ديزاين، تصميم الصوت، اصوات السيارات، شيء خرافي. وذكرني بفيلم ماد ماكس فيوري رود اللي نزل قبل 9 سنوات، بس انا اشتقت لهالفيلم. في مشهد واحد يا جماعه الخير في على الهاي واي كان طويل، شي مدته كان ربع ساعه او 20 دقيقه مو متاكد، بس كان طويل، فكان جدا جنوني وانا في السينما قاعد اقول واو شلون صوروا هالمشهد، شلون سوى هالمشهد؟ اكيد خذ لهم ايام متعدده، يعني متاكد ماخذ لهم، بعدين ما تشيك في IMDb، بس متاكد ان خذ لهم وقت طويل. وبرافو، وهالنوعيه من الافلام تحتاج شخصيه اساسيه جذابه، وفيوري روسا كانت جدا قويه شرسه ومحنكه. ولكن الفيلم بنالي هالتطور بشكل سلس، بشكل مفهوم. انا ما حسيت انه تم الاستعجال في عملية تطوير الشخصية. يعني ترى أنيا تايلر جوي ما تطلع إلا يمكن عقب 45 دقيقة أو 40 دقيقة من الفيلم. طبعا تشوفون هاي مو حارقة في الدعاية موجود، تشوفون يعني قصة شخصيتها صغيرة، بس طريقة عرض الأحداث ومع المونتاج وشلون المخرج قرر إنه يعرض لي قصتها كان شيء وايد حماسي، وبعد أهم شيء ممتع. يعني هالفيلم يوم سواه جورج ميلر حاط في باله المشاهد على خطة طبعا ماد ماكس القبلي. شخصية فيوري روسا ما قالت وايد كلام في الفيلم، ما في لها وايد حوارات، بس ما كنت احتاج الحوارات ذي لان تمثيل انيا تايلر جوي كان ممتاز، كان فلوليس. كنت افهم المشاعر من تعابير وجهها وكلام العيون، من لغة الجسد. الافلام اللي ما فيها وايد حوارات وتعتمد على الاكشن او على الحركة يعني مو سهل ان احد يسويها ويخرجها، فبرافو برافو. انا يا جماعة ترى وايد حبيت الفيلم. هاي يعني فيديو بيكون في وايد تطبيل، لان الفيلم يستحق التطبيل وما يستحق اي كراهيه. اوكي، ودام عندنا شخصيه اساسيه بطله جدا جذابه، لازم يكون عندنا بعد فيلن مثير للاهتمام. فدمنتس كان فيلن خداع تحت خط. اول ما طلعت الشخصيه من تمثيل كريس هيمزورث وبرافو عليه، زين نشوفها في اطار مختلف عن افلام السوبر هيرو او الشخصيه الرجل الطيب، هني كان شرير، فكان عندي تصور معين لهالفيلن، بس بعدين أنا انخدعت، المخرج خدعني، وأفعال هالفيلن كانت جدا خلينا نقول تنرفز وذكية. ما كان فيلن ترى سهل، ما بانا أحرق عليكم، بس كان يعني سبب إزعاج كبير لبطلتنا خلينا نقول بشكل وايد ممتع ومقنع. فعلى قولتهم هالفيلن ذي what you see is not what you get. شوف يا جماعة الخير، أنا ما أعرف إذا في نقد سلبي عن الفيلم، أنا بس نزلت تغريدة في تويتر وفي ناس عبالهم إن الفيلم راح يطلع كريه. ترى لا، ترى الفيلم ممتع. إذا حبيتوا ماد ماكس فيوري رود راح تحبون هالفيلم، بالإضافة لنص ساعة
ترى هالنص ساعة يعني مبرر لها. إذا عندي نقطة سلبية واحدة على الفيلم، أني ما شافيت شيء وايد جديد من ناحية القصة، لأن الثيم الانتقام ترى كان موجود في هالساقة ذي. ساعات لما تشوفون قصص في عالم الديستوبيا، ساعات تبون تشوفون خلينا نقول استنتاج نهائي، خلينا نقول بدون أي حرق. بس في كل الأحوال فيوروسا ماد ماكس ساقة تحفة جميلة في عام 2024، واحد من أفضل أفلام اللي شفتها، تقنياً جداً مذهل. الفيلم للسينما، أنصحكم تروحون للسينما تشوفوه على أي شاشة تبونها، بس لازم يكون الصوت وايد وايد زين. تقييم الشخص 9/10 بكل جدارة، واحد من أفضل أفلام هالسنة ذي. يب، برافو عليك يا جورج ميلر. وبس يا جماعة الخير، شراكم في الفيلم وكم تقييمكم من 10؟ وش رأيكم في قصة أصول هالمحاربة ذي؟ كتبوا لي رأيكم في قسم التعليقات، وإذا حبيت هالفيديو ذي طقونا لايك وسوونا شير وسبسكرايب وفولو بعد في وسائل التواصل الاجتماعي. يلا يا جماعة، تشوفكم على خير. والله إذا الفيلم حلو صج يعدل المزاج والله.